السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بعد ما عملنا ان صنفرنا الكومودينو وكمان ركبنا الفرم اللي موجودة اللي انتم شايفينها قدامكم ديت، هنبدأ بقى نعمل الخطوة اللي بعد كده وهي دهان الكومودينو بالنكيه المط. يلا بينا مع بعض نشوف. معايا هنا لكيه مط زي ما انتم شايفين كده، انا عملت اللون ده وعملته معاكم هتلاقوه موجود في القناة. معايا هنا طبعا الرولة اللي انا هشتغل بيها، الرولة ديت مخصصة للكيه. هحط كده الروله في اللاكيه زي ما انتم شايفين كده، ده القوام بتاع اللاكيه اهوت. هحط كده الروله في اللاكيه زي ما انتم شايفين كده معايا، واصفيها خالص كده من اللاكيه اللي هيكون زايد فيها يعني. وهبدا بقى ان انا ادهن كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. طبعا كل الاماكن دي كلها الفورمه دي كلها هجيبها بفرشه عشان فيها اماكن داخله كده لجوه، فطبعا دي هتتجاب بالفرشه احسن وافضل. طبعا الحاجات المسطحه دي كلها اهي، السطح معايا ده كله هجيبه كده بالروله. وده شكل الكومودينو بعد ما دهنته باللاكيه المط ونشف. انتظروني ان شاء الله الفيديو الجاي وهنكمل الخطوه الاخيره وهي دهان الكومودينو باللاكيه اللامع. اشوفكم على خير والسلام عليكم.